بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة الثامنة من مقرر الأورجانيك رياكشن ميكانيزم. موضوع المحاضرة النهاردة برضو عن اللي هي بنكمل في الرياكتيف انترميديات. مع الرياكتيف انترميديات النهاردة هي عن الكاربينز. ايه هي الكاربينز؟ هي عبارة عن سبيسيز بتبقى فيها الكربون اتوم بتبقى داي فيلنت، بيبقى عليها تو الكترون، بتبقى عاملة رابطتين مع مجموعات أخرى، غالبا ما بتبقى ما بين الهيدروجين أو الهالوجين بالشكل اللي قدامنا اللي احنا شايفينه ده. كده بتبقى الكربون عاملة تو بوند مع مجموعتين، وفي عندي اللي هي تو لون بير أو تو فري الكترون موجودين على ذرة الكربون، فبتبقى الكربون هنا عاملة تو بوند، فبنقول عليها إن هي داي فيلنت. بالإضافة إلى ذلك طبعا هي زي الفري راديكال، ما عليهاش أي تشارج ولا سالبة ولا موجبة، لأن الإلكترونات عندها هنا مكتملة، مفيش إلكترونات زيادة عشان تبقى سالبة أو إلكترونات ناقصة عشان تبقى حاملة لشحنة موجبة. الكاربينز بتبقى من اللي هي الرياكتيف انترميديات الفيري رياكتيف جدا، بتبقى شورت لايف، ما بتبقاش موجودة في شكل الستيبل سبيسيز ان انا ما اقدرش اعمل لها ديتكشن، او ما بيبقاش فترة عمرها بتبقى قصيرة جدا ان بتبقى صعب جدا الديتكشن ليها الا في بعض الحالات النادرة، زي مثلا ان احنا ممكن نعمل لها ترابينج في الانرت جاز، تمام، في الفروزن انرت جاز، فدي بتبقى بعض الحالات النادرة، فلازم يبقى برضو الكربين من النوع اللي هو الفيري ستيبل. الموست كومن اكزامبل على الكربين زي الميسيلين كربين والدايكلورو كربين، ديت اللي هي الاشهر في الاكزامبلز الموجوده او في الكربين اللي موجوده في تفاعلات المركبات العضويه. الاستراكشر بتاع الكربين، عندي تو الكترونيك ستراكشر للكربين، بتبقى اخده تو الكترونيك ستيت مختلفين اللي هي السنجلت والتريبلت، السنجلت كربين والتريبلت كربين. التسميه ديت مشتقه من الماجنتيك بروبرتيز بتاعتها، تمام، واللي هي النيوكلير ماجنتيك ريزونانس او السيجنال اللي بتظهر للكربون اتوم في النيوكلير ماجنتيك ريزونانس، فبتبقى في السنجلت او في السنجلت بتبقى ظاهر على شكل سنجلت بيك، تمام، لان هي ما بتتاثرش بالالكترون او الفري الكترون الموجودين على ذره الكربون، ولكن في التريبلت ستيت بتتاثر بيها فبتظهر في شكل تريبلت او بيحصل لها سبليتنج لتريبلت بيك بسبب الالكترون او الفري الكترون الموجوده. طيب ايه الفرق في الاستراكشر ما بين سنجلت والتريبلت؟ الكربين بتتخذ اللي هو الهايبردايزيشن الاس بي 2، الاس بي 2 اللي هو عندي ثلاث اوربيتالات اس بي 2 والاوربيتال الرابع اللي هو البي اوربيتال. في السنجلت ستيت بتبقى عندي الالكترون بيرنج، بيبقوا موجودين في شكل بيرنج، تمام، ويبقى عندي البي اوربيتال امبتي، فهنا بياخد شكل او اقرب لشكل الاستراكشر بتاع الكربوكاتاين. التريبلت ستيت بتبقى الالكترون موزعه ما بين في 2 اوت الكترون، واحد في الاس بي 2 اوربيتال وواحد موجود في البي اوربيتال، ده بيبقى اخد اللي هو التريبلت ستيت او التريبلت كاربين. هنا في السنجلت ستيت هنا بيشبهوه باللي هو الكربوناين او الكربوناين او الكربوكاتاين، الاثنين زي ما بيكونوا موجودين في الاستكشر بتاعهم. هنا السنجلت كاربين بينظر اليه ان هو عباره عن كربوناين، او بياخد الاستراكشر بتاع او هجين في الاستراكشر ما بين الكربوناين والكربوكاتاين، ولكن التشارجز بتاعتها بتكنسل اتش اذر، لان هنا عنده اوربيتال اس بي 2 يحتوي على 2 الكترون مزدوجين، بالاضافه عنده الام بي تي بي اوربيتال زي الكربوكاتاين، وهنا الالكترون المزدوجه في الاس بي 2 تشابه الكربوناين. التريبلت كاربين بينظروا اليه ان هو زي الداي راديكال، بيبقى التو الكترون عندنا هنا مفردين اكنهم بالظبط زي الاستراكشر بتاع الراديكال.
زي ما اتكلمنا ان الكاربينز عادة بتبقى شورت لايف، ما بقدرش اعمل لها ديتكشن، فعادة التفاعلات اللي بتمر من خلال الكاربين ما بقدرش اجزم جزم نهائي ان هي بتتكون او الكاربين بتتكون خلال التفاعل، ولكن هناك بعض الشواهد اللي انا ممكن اشاهدها من خلال التفاعل اقول ان التفاعل ده بيمشي من خلال الكاربين انترميديت او بيتكون خلال التفاعل كاربين انترميديت. ولكن في بعض التفاعلات بنلاقي اللي هو او الريجنت بتاخد اللي هي ترم الكاربينويد، ودي بتوصف الانترميديت او الرياكتيفيتي اللي موجوده في التفاعل ان هي مش ضروري تبقى ترو كاربين، ولكن ممكن يبقى ريجنت بيؤدي اداء الكاربين في التفاعل. مثال على كده زي سايمون سميث رياكشن اللي هو تفاعل تكوين السايكلوبروبين تمام من الالكين والداي ايودو ميثان في وجود الزنك كبر كابل. التفاعل هنا بيمر بشكل زي اكنه بالظبط بيتفاعل كأن فيه تكون كاربين اللي هو الداي او الميثيلين كاربين تمام، ولكن هنا الرييجنت اللي بيتكون ما بين الزنك و او الاورجانو زنك كومباوند اللي بيتكون ما بين الزنك والداي ايودو ميثان هو ده اللي بيقوم باداء او فعل الكاربين في التفاعل، ان هو بيجي هنا بيعمل انزرشن على الدبل بوند اكنه كاربين بالظبط عشان يكون لي في النهايه اللي هو السايكلو بروبين. في الحالة ديت بنقول عن الرياجنت ده ان هو عبارة عن او الانترميديات اللي بيتكون عندي من الرياجنت عبارة عن كاربينويد رياجنت. الفورميشن بتاع الكاربين ازاي بتتكون الكاربين او ايه هي التفاعلات او طرق تكوين الكاربين داخل التفاعلات العضوية، عندي طريقتين رئيسيتين في تكوين الكاربين، الطريقة الاولى اللي هي بنسميها الالفا اليمينيشن، والطريقة التانية اللي بنسميها أو بتبقى عبارة عن decomposition of compound containing a double bond between a carbon and another atom أو hetero atom. الطريقة الأولى اللي هي alpha elimination، بلاقي في الالفا اليمينيشن ان انا عندي رياكشن اللي بينتج عنه الكربين عاده بيعمل اليمينيشن ل اتش سي ال مولكيول في وجود البيز. التفاعل ببساطه زي مثلا عندي هنا الكلوروفور بتيجي البيز بتعمل ابستراكشن للبروتون، في نفس الوقت بتبدا الكلورين تكسر البوند بتاعتها وتخرج تمام، وبتترك التو الكترون بتوع الكربون هيدروجين بوند موجودين كاللي هو التو الكترون للكربين. هنا بتسمى الفا اليمينيشن لان عندي التو اليمينيشن او الذرتين او التو بوند اللي بيحصل لهم كسر موجودين على نفس الذره فتسمى بهذا الاسم اللي هي الفا اليمينيشن. الطريقة التانية اللي هي decomposition للكومباوند اللي بتحتوي على الدبل بوند ما بين الكربون و الهيتيرو اتومز، مثال على كده زي اللي هو الداي ازو ميثان. الداي ازو ميثان ممكن يحصل له ثيرموليسيز او يحصل له decomposition في الحرارة عشان يديني اللي هو الميثيلين كربين ويخرج نيوترال نيتروجين مولكيولز، وكذلك ممكن يحصل تحلل للداي ازارين تمام اللي هو التراي سايكليك في تو نيتروجين ما بينهم دبل بوند، ممكن يحصل برضو ديكومبوزيشن ليه بنفس الطريقة في الحرارة او في الضوء، بتبدأ التو بوند يتكسروا ويكون لي برضو اللي هو الكاربين والنيوترال نيتروجين موليكيول. لما نيجي نتكلم على الاستابيلتي بتاعت الكربين زي ما ذكرنا في البدايه ان هو من الحاجات او من السبيسيز او الانترميديت الفيري انستابل، فبالتالي الاستابيلتي بتاعت الكربين بتبقى مفيش تعيين ليها او فاكتور اقدر اقول ان هي بتعمل استابلايزيشن للكربين، ولكن وجد ان الداي هالو كربين زي الداي كلورو كربين بتبقى لسه رياكتيف عن السيمبل الكايل كاربين او الميثيلين كاربين، فبالتالي هنا بيعتبر اللي هي الداي هالو كاربين مور ستيبل عن
الالكايل كاربين او الميثيلين كاربين. الرياكشن او اللي بيحصل بعد كده للكاربين بعد ما بتتكون فيه التفاعل، اول تفاعل اللي هو عملية الانزيرشن انتو ادابل بوند، ودي من اشهر التفاعلات للكربين، ان هو بيعمل انزيرشن على اي باي بوند قدامه، سواء كان الكان او الكين او الكاين. ودي طريقة بتستخدم عامة في تحضير اللي هي السايكلو بروبان. تمام، الطريقة ديت سهلة جدا على الكربين، او من الاكتيفيتي بتاعت الكربين ان هو يقدر يتفاعل مع اي دبل بوند، حتى لو كانت الكترون بور، زي مثلا بيمثلوا لنا اللي هو التترا سيانو ايثيلين، عشان في اربع مجموعات سيانايد، فبيعملوا بيقللوا الكثافه الالكترونيه على الباي بوند، فبالتالي بيقللوا الرياكتيفيتي بتاعته، فبالتالي مع ذلك الكربين عشان الرياكتيفيتي بتاعت الكربين عاليه فبيقدر يتفاعل معاه في هذا الوضع. علاوه على ذلك الاروماتيك رينج اللي هي بتبقى فيري ستيبل، بيقدر الكربين كمان يتفاعل معاه، زي المثال اللي قدامنا هنا. بلاقي هنا ادي الداي الكايل كاربين بيتفاعل مع البنزين رينج، تمام، وبيعمل انزيرشن على الدبل بوند بتاعتها، ولكن بيوالي الانزيرشن داون، او بيعلي الانزيرشن دوت على الدبل بوند، ان هو بيعمل عمليه ري ارنجمنت في الكتروسايكليك رياكشن، علشان يديني اللي هو الاكسبندد نيوكلاس بتاعه اللي هو الهيبتاتراين. التفاعل اللي بعد كده اللي هو عملية الانزيرشن في السنجل بوند، علاوة ان هو بيعمل انزيرشن على الدبل بوند، لا ده كمان ممكن يعمل انزيرشن على السنجل بوند او السيجما بوند، سواء كانت ما بين الكربون هيدروجين، كربون نيتروجين، الكربون هالوجين، او الكربون اكسجين، الاكسجين هيدروجين، وكمان الكربون كربون، زي الامثلة اللي قدامنا هنا. بيعمل انزيرشن هنا ما بين الكربون والهيدروجين، وهنا بيعمل انزيرشن ما بين الاكسجين والهيدروجين عشان يديني الايثر، وهنا بيعمل انزيرشن ما بين الكربون والكلورايد عشان يديني اللي هو الهاي الكايل كلورايد. التفاعلات ديت ما بتبقاش مفيده في عمليات السينسيز او في عمليات التخليق العضوي عامه، او ما بنستفادش منها بشكل مباشر. السبب في الموضوع ديت ان هي بتتم بطريقه عشوائيه، بتبقى نون سيلكتيف، بتتم هنا على سبيل المثال اللي قدامنا هنا. لو عندي برانشد الكان بهذا الشكل انسيمتريك، فبلاقي هنا ممكن الكربين يعمل انزيرشن في اي مكان ما بين الكربون والكربون، ممكن يعمل انزيرشن في اي مكان ما بين الكربون والهيدروجين بهذه الاشكال او بهذا الشكل، فبيديني كذا دريفتيف او بيديني ميكتشر من البرودكت الكتيره الغير متوقعه بشكل نون سيلكتيف، ما بيديش برودكت واحد. التفاعلات بتاعت الانزيرشن على السيجما بوند الميكانيزم بتاعها ممكن تتم او على خطوه واحده في ستيج واحده، او ممكن يتم على تو ستيب بهذه الكيفيه، ان هو بيعمل سايكليك ترانزيشن ستيت بهذا الشكل في عمليه الانزيرشن، بيبدا يبني بوند مع الكربون وبوند مع الذره الاخرى، بتبدا البوند ما بين الكربون وهذه الذره تضعف، وبيبدا يعمل انزيرشن بهذا الاسلوب في خطوه واحدة، أو ممكن بيتم على الخطوتين، إن هو بيعمل abstraction لراديكال، إن هو بيبدأ يعمل abstraction لذرة بيكون داي راديكال، بعد كده الداي راديكال دول بيحصل لهم عملية الدمج مع بعض عشان يدوني الموليكيول النيوترال في الآخر. التفاعل اللي بعد كده عملية الري ارنجمنت للكربين لستيبل موليكيول ممكن، وده دايما بيبقى شائع في الكربين اللي فيها الالفا هيدروجين، تمام، ان هو بيعمل عملية ري ارنجمنت علشان يديني الالكين يكون الدبل بوند، بيعمل عملية ترانزيشن للهيدروجين وبيكون لي الدبل بوند. زي ما قلنا ان الكربين نفسها very unstable very reactive، فبالتالي التفاعل دوت بيبقى very rapid، ان هو
بيتم عملية الريارنجمنت بسرعة بمجرد تكوين الكربين، فبالتالي لا يتم ملاحظة تكوين الكربين أو لا يلاحظ إن التفاعل بيمشي بطريقة عن طريق الكربين. مثال على كده زي تفاعلات وولف ريارنجمنت، التفاعلات ديت اللي هي عملية الريارنجمنت للألفا كربونايل كربين. عندي هنا الألفا كربونايل كربين، في على البوزيشن ألفا مجموعة الكربونايل، بيحصل عملية ريارنجمنت عشان يديني الكيتين. الكيتين دوت فيري رياكتيف كومباوند، هو إن كان نيوترال ولكنه فيري رياكتيف، ممكن يحصل له هيدروليسيس أو تفاعل مع المية علشان يديني الأسيد فيما بعد. بيتم الاستفادة من التفاعل ده في تفاعلات أخرى. زي تفاعل ارنيتد استيرت، التفاعل دوت بيستخدم في زيادة التشين للكربوكسيليك اسيد او للفاتي اسيد بزيادة في ذرة واحدة. بيتم عن طريق تفاعل الاسيد كلورايد في وجود الداي ازوميسين او الداي ازوميسان في الحرارة و الهيدروليسيس بالمية. هلاقي الأسيد عندي هنا بيزيد في السلسلة بتاعة الكربون ذرة زيادة. بيتم ازاي؟ عن طريق الميكانيزم. في البداية بيتفاعل الأسيد كلورايد مع الداي ازوميسان عشان يديني الدريفاتيف بتاع الأزايد بهذا الشكل، اللي بعد كده بيحصل له هيدروليسيس أو بيحصل له ديكومبوزيشن في الحرارة عشان يديني اللي هو الألفا كربونايل كربين. الالفا كربونايل كربين بعد كده بيحصل له ري ارنجمنت بهذا الشكل، بتتنقل المجموعه الالفاتيه على ذره الكربون بتاعه الكربين عشان يكون لي اللي هو الكيتين. الكيتين بعد كده في وجود الووتر بيتحول للكربوكسيليك اسيد، اللي هو لو قارناه بالاسيد الاول او الاسيد كلورايد الاول بلاقي ان هو فيه زياده ذره كربون في البوزيشن الفا ما بين مجموعه الكربونيل ومجموعه الألكايل الأساسية. التفاعل الرابع والأخير في مجموع في الانترميديات بتاع الكربينز اللي هي عملية الابستراكشن للراديكال. تمام، ان هو ممكن مع اي نيوترال مولكيول يعمل ابستراكشن للهيدروجين عشان يكون اللي هو التو راديكال. التو راديكال بعد كده ممكن يحصل لهم ان هم بيمدمجوا مع بعض ويكونوا لي نيوترال مولكيول في الاخر، وده كان احد الافتراضات اللي ممكنه في عمليه الميكانيزم لتفاعل الكربين في عمليه الانزرشن على السنجل بوند.